العامة بعضهم إذا أذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله خطأ. ما الصواب؟ أن محمد رسول الله، ولا تقول أن محمد رسول الله، يعني هذا ما عملت أنه لا بد تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب، أن علمت أن الطالب فاهم، صح؟ طيب، هنا أن مفتوحة لأنها وقعت بعد علم، فإذا وقعت إن أو أن محل الفاعل أو المفعول أو المجرور فهي بفتح الهمزة، هذا الضابط. إذا وقعت محل الفاعل أو المفعول أو المجرور فهي مفتوحة الهمزة. طيب، يعجبني أنك فاهم، هذه في محل الفاعل يعني يعجبني فهمك. علمت أنك قائم، هذه محل مفعول يعني علمت قيامك. علمت بأنك فاهم، هذه محل مجرور. فإذا وقعت إن في محل الفاعل أو المفعول أو المجرور فهي بفتح الهمزة، وإلا فهي بكسر الهمزة. قال ابن مالك: وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسره، ولا تسد مسد المصدر إلا إذا صارت في محل الفاعل أو المفعول أو المجرور. طيب، المثال لكن تقول: ما قام زيد لكنه قاعد، أين اسمها؟ الضمير لكنه، وقاعد خبرها. ما قدم زيد لكن عمرا هو القادم، ها صح؟ لكن عمرا منصوب، هو القادم خبر. كأن، قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم، أين الاسم؟ الضمير. لم يلبثوا، هذا الخبر. وتقول: كأن زيدا بحر، كأن زيدا بحر، زيدا اسمها وبحر خبرها. وليس ليت التلميذ ناجحا، ليت التلميذ ناجحا خطأ. ليش؟ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن اعكس، تقول: ليت التلميذ ناجح، صحيح؟ فكر، صحيح؟ طيب، لعل، تقول: لعل التلميذ ناجح، لعل التلميذ ناجح، صح؟ ما الفرق بين لعل وليت؟ ليت للتمني ولعل للترجي، والفرق بينهما أن التمني طلب ما فيه عسر أو متعذر، يعني أنه متعذر أو متعسر. فقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا متعذر؟ ما يمكن، ما يمكن. وقول الفقير: ليت المال لي فأتصدق به، هذا متعذر. أما الرجاء فإنه طلب ما يسهل الحصول، يعني طلب شيء يمكن حصوله بسهولة. مثلا تقول: لعل زيدا يقدم غدا،
وأنت تعرف أنه قريب المجيء غدا، لعل زيدا يقدم غدا. طيب هذا نسميه إيش؟ ترجي. التوقع أن تقول لعل الثمر يفسد من شدة الحر، هذا توقع ولا ترجي؟ توقع، لأنه ما حاجة يترجي أن يفسد الثمر، لكن يتوقع. هذه ستة أدوات، ست أدوات عملها واحد ومعناها مختلف، اثنان معناهما واحد وهما إن وأن. ولهذا قال المؤلف: ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليس للتمني، ولعل للترجي والتوقع. واضح؟ أظنها أيضا الحمد لله سهلة، هي أسهل من كان وأخواته، لأنها أقل وليس فيها شروط، سهلة. فبناء على ذلك ممكن أن نأخذ الآن إعرابا، فنبدأ بالسطر الثالث. نعم نعم. أو المجهول. ممكن ممكن هي حتى الذي قلنا الآن ما هو على سبيل الحصر، ما هو على سبيل الحصر، قد تفتح في غير هذا، لكن هذا هو كثير. نعم ما نستطيع، ما إذا نقول إذا وقعت فاعلا مفعولا به أو مجهورا، ربما تقع. إذا احنا أعطينا قاعدة لا بد أن تكون مضطرب. طيب من وقفنا عليه؟ من أوله، سطر الثالث من أوله. من يلا أعرف: إن الله غفور رحيم. جديد. طيب ما في مانع، حاول. إن أداة، أداة توكيد، تنصب المبتدا الخبر. طيب إن الله غفور رحيم، الاسم الكريم الله، لا ما ينفع، كمل عنه. اسم ايش؟ نعم خطأ خطأ، منصوب بإيش؟ طيب نعم مرفوع بإيش؟ طيب خبر إن مرفوع بها، وعلم داخل ورحيم خبر ثاني. نعم مرفوع علم رفع ضمه ظاهر في آخر. يلا يا أحمد. نعم يلا يا أحمد، أو أنت أخذ. طيب ثالث أخذت. طيب كأن المطر لؤلؤ، كأن المطر لؤلؤ، نعم المطر لؤلؤ، نعم. يلا قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، أن الله شديد العقاب. نعم نعم نعم. اسمه منصوب بها، منصوب بها وعلى وصفه قصة ظاهرة على آخره. نعم. إن الله شديد العقاب، شديد خبر إن
مرفوع بها قل هذا نعم مرفوع بها وعلى صدره أظن الظاهر على آخره. طيب وأن الله غفور رحيم خبر ثاني الواو الواو حرف حرف نعم الآية وأن الله غفور رحيم وأن الله الحرف حرف ينصب المبتدا ويفعل الخبر أن الله غفور رحيم الله أن الله لفظ الجلالة لفظ الجلالة اسمه اسمها مصدر الله اسمها مصدوب وعلى مصدره منصوب بها اسمها مصدوب بها وعلى مصدره الفتح الظاهر على آخر نعم الله غفور غفور خبرها خبرها مصدوب بها وعلى مصدره الظلم الظاهر على آخر نعم رحيم خبر ثاني مرفوع وعلى مصدره صرف مرفوع بها وعلى مصدره صرف ظاهر على أحسن طيب لعل الحبيب هالك أحد يترد الحبيب هالك ما يمكن هل أنت تترد يعني أن يهلك حبيبك لعل حب ترد لا أن لو قلنا لعل البغيرة هالك صح هل تقول شخص أنا والله أحبك الله يهلك طيب إيه هذه لعل التوقع نعم توقع ولا تكون إلا في الأمر المكروه المتوقع ما يكون إلا في الأمر المكروه نعم لعل التوقع نعم خبر لها ترفع الخبر خبر لها طيب الحبيبة الحبيبة اسم لعل مرفوع بها نعم وعلامة نصبه الفتح الظاهر على أحسنت هالك هالك خبر لعل مرفوع بها وعلامة نصبه الفتح الظاهر على أحسنت ليتني كنت معه ليتني نعم ليت حسنني نعم والنون من الخير نعم الحرف ثمني وش يعمل ينصب الفتح أرفع خلاص نعم والنون الوقاية الياء ليتني والياء المتخلف ايش عرفه ألم تقل إن ليت تنصب مبتدا وترفع الخبر إذن الياء اسمها نعم اسمها منصوبة كل مبني فلا ينصب ولا يرفع ولا يجر زين صح عرفت يا ثاني الياء ضمير متصل بها السكون في محل نصب خبر اسم ليس كنت كنت نعم فعل الماضي طيب جميع هكذا كنت فعل الماضي كنت فعل الماضي كان فعل الماضي كان فعل الماضي نعم والثالث اي مبني على ايش كان فعل الماضي كان فعل الماضي كان فعل الماضي مبني مبني على الفتح لا كنت كان من المعنى بمعنى الآن كنت لن أعرف ضمت محل الوقت لماذا أحسنت كان في الماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع المتحرك طيب وعمله عمل كان إيش نعم صفحة مطرح كنت أحسنت أتى نعم. كنت نعم. كنت فاعل
لا صحيح ضمير متصل مبني على السكون. نبي على ايش؟ مبني على السكون. لا غلطت فاغلطت. ها طيب في محل احسن اسم كان معهم مع خبر سلم. لا إذا قلت فلان مع فلان ايش معنى؟ لا ما هي حرف شرط، ما في حرف شرط حتى تكون جار مجرور. نعم لا لا ظرف مع ظرف مكان. يلا ماشي. منصوب على الظرفية وعلى المفصل الصفحة الظاهرة. طيب والهاء ضمير المفصل نبني معهم. أنت تقول لها هل لها مبني على السكون؟ ألها ألها أنت قلت أن لها ضمير المفصل هو مبني على السكون معهم. وش يقول يا جماعة؟ مبني على الضم في محل جر. طيب أين خبر كان؟ أنا كنت معهم. ما هو قلت كان في الماضي واتسموها؟ نعم. أين خبرها؟ مستقبل. ما يستطيع الخبر. الخبر لا يستطيع أبدا. الهاء يا شيخ. سلام. يلا عبد المجيد. ها؟ احنا هذا الخبر كان. يعني الظرف. اي الظرف. خبر كان الظرف معه. اما عاد انه الظرف نفسه واما يكون متعلق الظرف اي متعلق المحذوف تقديره كائن. اين خبر ليت؟ يعني عندنا لا يتأتي بحاجة إلى خبر. لا كنت اسم كان يا شيخ. الجملة من كان وخبر واسمها وخبرها في محل نصب خبر في محل رفع خبر خبر ليت. عرفتم الله؟ إذن الخبر لليت جملة ولا غير جملة؟ جملة. الخبر لكان مفرد ولا غير مفرد؟ ها؟ غير مفرد. تمام. قائم على العكس. ويجوز الفائدة نريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ. يجوز أن تقدم الخبر على المبتدا في هذه وفي هذه، فتقول كان قائما زيد، كان قائما زيد، صح؟ وأصله كان زيد قائما. يجوز أن تقدم، فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط، لأنه بناء على القاعدة اللي مرت علينا أن الاسم مرفوع والخبر منصوب، فإذا قال كان قائما زيد قد يقول الإنسان اللي ما أدري أنه يجوز تقديم الخبر قد يقول هذا الخطأ. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا، شوف حقا جم كان، نصر متأخر، نصر اسمها مؤخر وحقا خبرها مقدم. إذن هذه فائدة، فائدة. طيب الفائدة هذه يجوز تقديم خبر كان على اسمها، فتقول كان قائما زيد بدل كان زيد قائما. طيب ك
كان في البيت عمرو، بدل كان عمرو في البيت جاء. أيضا اسم إن يجوز أن يؤخر إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز أن يقدم ويؤخر الاسم، مثل إن زيدا في البيت. إن زيدا في البيت، الخبر في البيت، جار مجرور ولا لا؟ في البيت جار مجرور. يجوز أن تقدم فتقول إن في البيت زيدا، إن في البيت زيدا، صح؟ قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة. هذه الفائدة مهمة، يجوز تقديم خبر كان على اسمه، ويجوز تقديم خبر إن على اسمها إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب، إن عندك مالا، صحيح؟ طيب، إن مالا عندك، صحيح. إن في البيت زيدا، إن زيدا في البيت، صحيح. كان زيد قائما، صحيح. كان زيد قائما، صحيح. كان قائما زيد، صحيح. واضح؟ هذه الفائدة. طيب، نعرف كان قائما زيد على من الإعراب نوقف عليه ثالث ثاني. طيب، خالد، لأن الخبر متأخر، هو الخبر يكون متأخر دائما. نعم، أي نعم، لعبرة، ولم يقل لعبرة. خبر مقدم، أحسنت. وعبرة اسم مؤخر. طيب، إذا احنا ذكرنا أمس أن لا يلتبس علينا، لأن القاعدة اللي أخذنا أن اسم كان مرفوع وخبرها منصوب، واسم إن منصوب وخبرها مرفوع، قلنا لا يلتبس علينا. أحيانا يقدم الخبر في كان وأخواتها، ويقدم الاسم أحيانا في إن وأخواتها إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. طيب، الآن نأخذ إعراب ولا نأخذ درس جديد؟ ها؟ درس جديد؟ طيب، نأخذ درس جديد ونأخذ إعراب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها. شوف، سبحان الله، ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر جميعا. والدليل على هذا التتبع والاستقراء، لأن العلماء تتبعوا كلام العرب واستقرأوه، فتبين أن العرب تنصب المبتدا والخبر بظن وأخواته. فإذا دخل الظن وأخواته على المبتدا والخبر صار منصوبين على أنهما مفعولان لها، على أنهما مفعولان لها. وبهذا تمت الأحوال الأربعة للمبتدا والخبر، فيكونان مرفوعين ومنصوبين، والمبتدا مرفوعا والخبر منصوبا، والمبتدا منصوبا والخبر مرفوع، ولا في حال خامس، ما في حال خامس. إما أن يكون مرفوعين أو منصوبين، أو الأول مرفوعا والثاني منصوبا، أو الثاني منصوبا، أو الأول منصوبا والثاني مرفوعا، ما في. هذه القسمة حاصلة.
يكونان مرفوعين إذا لم يدخل عليهما نافع، ويكونان منصوبين في ظن وأخواته، ويكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا في كان وأخواته، ويكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا في إن وأخواته. طيب، ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر، وأخواتها معناه المشاركات لها في العمل، يعني الأدوات التي تعمل عمل ظن هي أخوات ظن، وهي ظننت. ما هو لازم يقول ظن، يعني لو حذفها ما في مانع، لو قال ظن وحسب وخال وزعم ورأى وعلم ووجد واتخذ وجعل وسمع، كم؟ عشرة. طيب، يقول أما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت. أتى هذه لازم تكون معنا ولا لا؟ ها؟ لا مو لازم، هي من الأداة. لو قلت ظن زيد عمرا قائما صح، فهي ليست من الأداة، لكن الكتاب للمبتدئين، وأراد المؤلف رحمه الله أن يأتي بأخطر ما يكون مما يقرب المعنى إلى المبتدئ. ظن تقول مثلا ظننت زيدا قائما، عندي نحو ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا، ظننت فعل وفاعل، فعل وفاعل، ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصال يا خالد بضمير الرفع المتحرك، والتاء ايش؟ فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وعمرا مفعولها الاول، نعم قبل، وهي تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، الاول المبتدا والثاني الخبر، زيدا مفعولها الاول منصوب بها وعلامه نصب الفتحه ظاهره في اخره، منطلقا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامه نصب الفتحه ظاهره في اخره. أعود مرة ثانية، ظننت زيدا منطلقا، أقول ظننت فعل وفاعل، هذا نسميها الإعراب الإجمالي، نسميها الإعراب الإجمالي، تفصل، ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لأن التاء ضمير رفع متحرك، وهي تنصب مفعولين، الأول المبتدأ والثاني الخبر، زيدا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، منطلقا مفعولها الثاني منصوبا بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب، لو قل ظننت زيد منطلق، خطأ؟ خطأ. ظننت زيدا منطلق، طيب، ظننت زيد منطلقا، خطأ عن؟ وش بقى الصواب؟ وش الصواب؟ ما هو الأخير؟ ظننت زيدا منطلقا، تمام. طيب، نشوف الثاني، يقول المؤلف وحسبت، حسب، حسب أيضا تنصب مفعولين، فتقول حسبت عمرا صادقا، حسبت عمرا صادقا، فإذا هو كاذب. طيب، حسبت عمرا صادقا، الإعراب، حسبت فعل وفاعل، حسب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهو ينصب مفعولين، الأول فعل الشر والثاني، الأول
مبتدا الاول مبتدا والثاني الخبر. والتاء ضمير ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. ماذا قلنا؟ عمرا صادقا. عمرا مفعولها الاول منصوب بها وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخره، وصادقا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخره. طيب الثالث خلف. خلف خلف مش معنى يعني ظن، خلف ظن. طيب قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. خالها يعني ظنها. إذن خلت بمعنى ظن. تقول خلت التلميذ فاهما، ها يعني ظن التلميذ فاهما. الإعراب: خلف فعل وفاعل، خال فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهو ينصب مفعولين أولهما المبتدأ والثاني الخبر. والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، ولا لا؟ يعني فاعل. خلت التلميذ مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر، وفاهما خبرها منصوب بها. بارك الله فيك. لا هو كل واحد. فاهما مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب زعمت، زعمت لها معاني، لكن الذي نريد هو زعمت الذي بمعنى ظننت. زعمت الذي بمعنى ظننت. فتقول: زعمت زيدا عمرا. زعمت زيدا عمرا يعني ظننت. زعمت فعل وفاعل، زعم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء ايش؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعولها الاول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. عمرا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ومعنى ظننت زيدا عمرا يعني ظننت أن زيد هو عمرا. طيب ورأيت، رأيت تكون بمعنى علمت، وتكون بمعنى ظننت، وتكون بمعنى أبصرت، وتكون بمعنى ضربت رئته. كم هذه؟ ها؟ أربعة. بمعنى علمت، بمعنى ظننت، ها؟ بمعنى أبصرت، بمعنى ضربت رئته. طيب إذا كانت بمعنى علمت وظننت فهي من أخوات ظن، من أخوات ظن. وإذا كانت بمعنى أبصرت فإنها تنصب مفعولا واحدا فقط، وإذا كانت بمعنى ضرب فرئته فهي أيضا تنصب مفعولا واحدا. فلو قال لك قائل: هل رأيت زيدا؟ وانت شايفه بعينك. قلت: والله ما رأيته. يعني ما ضرب فرئته. صدقت ولا ما صدقت؟ يعني صدقت. هذا ينفعك في التأويل، هذا ينفعك في التأويل. واحد يدور شخص يقول: ما رأيت فلان؟ وانت شايفه قبل قليل. تقول: لا والله ما رأيت. تحلف
والله ما رأيته. وأنت تنوي ما ضربت رئته، فهذا ينفع وتكون بارا بيمينك. طيب، قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. هذا رأى بمعنى علم، بمعنى علم. وتقول: رأيت المريض فظننته معالجة. نعم، رأيت المريض أو عدت المريض فرأيته معالجا، بمعنى ظننت، بمعنى ظننت معالج، لأن ما شفته يعالج، لكن ظنيت أنه معالج لأن شفت حاله يعني أحسن من قبل. طيب، وتقول: رأيت زيدا، رأيت زيدا، بمعنى أبصرت. وتقول: رأيت زيدا، أي ضرب رئته، لكن هذا الأخير بعيد، يعني ما يعرفه إلا الذي أراده بنفسه. أما المخاطب فإنه لا يطرأ على باله أن ضربته، أن رأيته بمعنى ضربت رئته، هذا بعيد عند السامع. طيب، المهم، الذي من أخوات ظن هو رأيت بمعنى علمت، ورأيت بمعنى ظننت. أما أبصرت فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، وكذلك رأيت بمعنى ضربت رئته. وعلمت، نعم، علم تنصب مفعولين، علم تنصب مفعولين. تقول: علمت عمرا شاخصا، علمت عمرا شاخصا، يصح هذا؟ الإعراب علمت فعل وفاعل، علم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهو ينصب مفعولين أولهما المبتدا والثاني الخبر. والتاء ضمير، ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. وعمرا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره، وشاخصا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. ووجدت، نعم، قال الله تعالى: لوجدوا الله غفورا رحيما، وجدوا الله غفورا رحيما. ووجد تأتي بمعنى وجدته على حال معينة، وتأتي بمعنى لقيته، لقيته. فتقول: طلبت الدرهم الذي ضاع لي فوجدته، يعني لقيته. طيب، وتقول: طلبت الدرهم الذي ضاع لي فوجدته مدفونا. شوف الأوله بمعنى لقيته، بمعنى لقيته، لم تنصب إلا مفعول واحد. أما هذه فنصبت مفعولين، لأن المعنى وجدته على حال معين، وجدته مدفونا. لوجد الله غفور رحيما، يعني نعم، أي في حال من الأحوال. طيب، وتأتي وجد بمعنى حزن، حزن بمعنى حزن. تقول: ضاعت بعيره فوجد عليها، يعني حزن عليها. طيب، الآن وجد يمكن نستعملها في هذا المثال للأمور الثلاثة. تقول: ضاعت بعيره فوجد عليها، يعني حزن. ضاعت بعيره فوجدها، لقيها. ضاعت بعيره فوجد عليها غبارا، هذه تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. طيب، والذي يبين لنا أحد المعاني الثلاثة هو السياق. طيب، واتخذت، قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعربها: اتخذ فعل ماضي مبين الفتح، والاسم الكريم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة،
واتخذ ثمث المفعولين الأول مبتدأ والثاني خبر، وإبراهيم المفعول الأول مفعولها الأول منصوب بها بالفتحة الظاهرة، وخليلا مفعولها الثاني منصوب بها بالفتحة الظاهرة. طيب، وجعلت، طيب جعلت، تقول جعلت الخشب بابا، جعلت الخشب بابا، كم نصبت؟ مفعولين، يعني صجرت، صجرت الخشب بابا. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب ناخذ نكلم، ضربنا اولا جعلت الخشب بابا اي صجرت، فجعلت فعل وفاعل، جعل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. الخشب مفعولها الاول منصوب بها وعلمها نصب فتحه ظاهره في اخر، بابا مفعولها الثاني منصوب بها وعلمها نصب فتحه ظاهره في اخره. طيب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن هذه الاداه سمعت اختلف فيها النحويون، فبعضهم قال إنها تنصب المفعولين، وبعضهم قال لا تنصب المفعولين، لأن السمع حاسة من الحواس، وما كان مدرك الحواس فإنه لا ينصب المفعولين. انظر، رأيت إذا كان بمعنى علمت تنصب المفعولين، إذا كان بمعنى أبصرت لا تنصب إلا مفعولا واحدا. فقال المؤلف: ومن يرى أنها تنصب مفعولين؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، فرسول مفعول أول، وجملة يقول مفعول ثاني، لأن رسول يقول يصح أن يجعل مبتدأ وخبرا، فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والمبتدا والخبر إذا دخلت عليه أداة ثم نصبت صارت عاملة فيه. وأن تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتقول أحيانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، عرفت؟ فنقول لهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كقولك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت شاهد. فهنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هل نقول النبي مفعول أول ويصلي مفعول ثاني؟ لا، نقول النبي مفعول به ويصلي منصوب على الحال في موضع نصب الحال. إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نقول النبي مفعول به ويقول في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال. انتبه. طيب، إذا سمعت اختلف النحويون فيها، فقال بعضهم إنها من أخوات ظن، وقال آخرون ليست من أخواتها، لأن الفصيلة مختلفة، هذه من الضأن وهذه من الغنم، ولا لا؟ إيش نقول؟ لا، الضأن شيء من الغنم، يعني بعض من، إذن هذه من الضأن وهذه من المعز، صحيح؟ طيب، على كل حال قالوا لا يمكن أن نجعل سمع تنصب مفعولين إلا إذا وافقتمونا على أن رأى البصرية تنصب مفعولين، لأن الرؤية البصرية والسمع كلاهما أدوات حسية، فلا تنصب إلا مفعولا واحدا. على كل حال بالنسبة للشكل ما تختلف، إنما الشكل في الإعراب. فلو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كذا وكذا، يصح.
سمعته يقول يصف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا كذا يصف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا. شف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وش تعرف راكعا؟ حال، ما تقول راكعا مفعولتان، لأن البصر والسمع لا ينصب إلا مفعولا واحد. واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله: تقول ظننت زيدا منخلقا ورأيت عمرا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. الله أعلم. نعم. هل يغيره بيده؟ يظهر أن المراد رؤية بصرية. أقول لا، الله المراد البصرية، لكن العلم أعم، يعني إذا جاءتها المراد العلم صارت أعم، لكنها يضعف أن المراد بها العلم أنها لم تنصب إلا مفعولا واحد. مرة أن جميعا أحسنت. كم أداة هي؟ تسعة. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، عشر. نعم. طيب، اشترطنا في رأيت أن لا تكون بصرية، فإن كانت بصرية تنصب مفعولا واحد، وأن لا تكون بمعنى طرف سريعته، فإن كانت بمعنى أحسن. طيب، مثل البصرية إيش؟ يعني ما تنصب إلا مفعول واحد. رأيت الرجل، لا رأيت رجلا، ما حاجة، ما هو لازم، رأيت رجل كذا. طيب، رأيت المعنى ضربت رئته، فهل يعني ضربت رئته، لكن كيف تضرب الرئه وفوقها الضلوع؟ اي مكان. طيب، اشترطنا في اظن في شرط ثاني في جعلت، ولا ما سوى شيئا خير نشي خلنا تمشي. طيب، ظن وأخواتي، هات مثال آدم لخالق خلف نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق، يعني لا خلك على الأول، خلت زيدا في السوق يعني لا ما أقول مش يفعل، لكن وش معنى خلته في السوق؟ لا، ظن وأخواته، ظننت أنه في السوق. أي نعم، تمام. طيب، اتخذ مثال. اتخذت عمرا صديقا، ومنه قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا. جعل أحمد جعل في الطين إبريقا، وجعلنا الليل لباس. طيب، سمع ايش؟ سمعت الأذان واضح، يعني الآن نصبت مفعولين. يعني قول الراجح أنها لا تنصب إلا مفعول واحد. طيب، هنا المثال الذي ذكرت، كيف نعرف واضح؟
على القول لأنها لا تنصب إلا مفعول واحد. سمعت الأذان واضحا. حال، طيب نعرف على أنها حال، وذكرنا أن هذا القول هو الراجح، أن سمع عليه من الخواص ضمن، لأنها حاسة من الحواس، وما يدرك بالحواس لا يمكن يكون مفعولا، أن يكون مفعولا. طيب نأخذ إعراب، ولهذا لو قلت زيد ثوبا، زيد ثوب، ها ما يصح، لكن لو قلت زيد قائم صح. هذه يسمونها في باب، يسمونها باب كسى وأعطى، باب كسى وأعطى، يعني أنها أفعال خمس مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. نعم. أوكي. طيب ثم قال المؤلف باب الناس، برافو علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الناس، الناس كافر من الناس في رفعه ورفضه وغضبه وتعريفه وتمكينه. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنا، الاسم من يبقى الاسم، الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد زيد ومكة، والاسم المظهر نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو رجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. النفية كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتعريفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرج. عندنا تعريف تقريبه، تقريبه تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرج. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب النعت. النعت يعني الوصف، تقول نعته أي وصفه. ولهذا يطلق بعض النحويين عليه، يطلق عليه الوصف، باب الوصف. فالوصف والصفة والنعت بمعنى واحد، وهو أي النعت وصف يوصف به ما سبق، وصف يوصف به ما سبق، فلا يتقدم النعت على المنعوت. وقد يوصف بقدح وقد يوصف بمدح. فإذا قلت جاء زيد العالم فقد وصفته بمدح، وإذا قلت جاء زيد الجاهل بقدح، وإذا قلت جاء زيد الحليم، جاء زيد الأحمق بقدح. طيب هذا من حيث المعنى، أن النعت وصف للمنعوت ولا بد أن يتأخر عنه، لا بد أن يتأخر عنه. أما من حيث الإعراب فيقول مالك رحمه الله النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، في رفعه ونصبه وخفضه، ولم يقل وجزم، لأن الأفعال لا تنعت، وإذا كانت لا تنعت فالجزم يكون في الأفعال. إذن لا يمكن أن يكون النعت تابعا لمنعوت في جزمه، لأن الجزم من خصائص الأفعال والأفعال لا تنعت، فهي ينعت بها ولكن لا تنعت، ينعت بها ولا تنعت. تقول مررت برجل يكرم الضيف، ولكن لا تقول يكرم مثلا يكرم الضيف
رجل في تجعل رجل صفة ليكرم. المهم أن المؤلف لم يذكر إيش الخفض الجذر لأن الأفعال لا إيش لا تذكر. طيب يتبعه في رفع، فإذا صار المنعوت مرفوعا صار النعت مرفوعا، فتقول جاء زيد الفاضل لا غير، أي لا يصح أن تقول جاء زيد الفاضل أو جاء زيد الفاضل، يجب أن تقول جاء زيد الفاضل في نصب. إذا كان المنعوت منصوبا صار النعت منصوبا، فتقول رأيت زيدا الفاضل لا غير، ولا يجوز أن تقول رأيت زيدا الفاضل ولا رأيت زيدا الفاضل. لو أن أحد قرأ عندك كتاب فقال هذا كتاب جميلا، وش تقول له؟ خطأ. ما الصواب؟ هذا كتاب جميل. هذا قرأت كتابا جميل خطأ، والصواب جميلا. نظرت إلى كتاب جميل خطأ، والصواب جميل. وعلى هذا فقط. إذن يتبع المنعوت في رفعه إن كان مرفوعا، وفي نصبه إن كان منصوبا، وفي خفضه إن كان مرفوعا. كذلك أيضا يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره، أي إذا كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، وإذا كان نكرا كان النعت نكرا. فتقول مثلا مررت بالرجل فاضل، ما يصح، لأن فاضل نكرة والرجل معرفة. إذن ماذا أقول؟ الفاضل، مررت بالرجل الفاضل. طيب مررت برجل الفاضل خطأ، لأن رجل معرفة والفاضل نكرة. طيب والفاضل معرفة، لأن رجل نكرة والفاضل معرفة. طيب مررت برجل فاضل صح، لأن رجل نكرة وفاضل نكرة. إذا نتبع المنعوت في التعريف والتنكير، أي أنه إذا كان المنعوت معرفة وجب أن يكون النعت كذلك معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة وجب أن يكون النعت إيش نكرة. طيب في تعريف وتمثيل تقول لن يذكر المؤلف تذكيره وتأنيثه، تذكيره وتأنيثه، فهل يتبعه في التعريف والتنكير في التذكير والتأنيث؟ الجواب نعم يتبعه، إلا إذا كان الوصف لغيره، إذا كان الوصف لغير المنعوت فإنه يتبع الموصوف. إذا كان الوصف من حيث المعنى لغير المنعوت فإنه يتبع الموصوف. طيب أضف إلى هذا الآن وفي تذكيره وتأنيث، وفي تذكيره وتأنيث، فإذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، وإذا كان المنعوت مؤنثا صار إيش صار نافي كذلك، صار نافي كذلك. هذه كم الإعراب وهو الخفض والرفع والنص، التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث. طيب بقي عندنا الرابع، الإفراد والتثنية والجمع.
هل يكون تابعا له أو لا؟ نقول نعم هو تابع له في الإفراد والتثنية والجمع. وأظن نترك هذه لأن فيها تفصيل يشوش عليك. إذن في ثلاث أشياء في الإعراب: الرفع والنصب والخفض، في التأليف والتنكير، في إيش؟ في التذكير والتأنيث ما لم يكن النعت وصفا لغير المنعوت. مثال ذلك تقول: مررت برجل قائم. مررت برجل قائم، صح؟ صحيح، قائم مذكر ورجل ملك. مررت برجل قائمة، طيب مررت بامرأة قائمة، صح؟ لأن الناس مؤنث والمنعوت مؤنث. مررت بامرأة قائم، غير صحيح، لأن قائم مذكر وامرأة مؤنث. قلت: إلا إذا كان وصفا لغير المنعوت فيكون على حسب الوصف. فمثلا إذا قلت: مررت بامرأة قائم أبوها، صحيح؟ ولا مررت برجل قائمة أبوها؟ أي قائم أبوها. ليش؟ لأن القيام مو وصف للمرأة الآن، وصف لمن؟ وصف المعنى للأب هو القائم، هي المرأة. ولهذا تبع ما بعده في التذكير والتأنيث. طيب مررت بامرأة قائمة أمها، صح؟ يعني أم مؤنث. مررت برجل قائمة أمه، صحيح؟ ليش؟ ليش أنثناه رجل المنعوت مذكر؟ لأن الوصف لغير المنعوت. طيب مررت برجل قائم أبوه، صحيح؟ لأن قائم مذكر، لأن الأب مذكر، فصار الناس يتبع المنعوت في الإعراب. إن كان المنعوت مرفوعا صار النعت مرفوعا، إن كان منصوبا صار النعت منصوبا، إن كان مجرورا كان النعت مجرورا، إن كان مجزوما كان النعت لا، لأن جزم من خصائص الأفعال والأفعال لا تنعى. طيب في التعريف والتنكير يتبعه أو لا؟ إن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، إن كان المنعوت نكرة صار النعت نكرة. تمام الأول لا. طيب في التذكير والتأنيث نقول يتبعه: إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، إذا كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، إلا إيش؟ إلا إذا كان الوصف لغير المنعوت فإنه يتبع الموصوف لا يتبع المنعوت. مثاله: مررت برجل قائمة أمه، ولا تقول قائم أمه، لا تذكر قائم النعت تبع المنعوت لأن الوصف هذا لغير. مررت بامرأة قائم أبوها، ولا قائمة أبوها؟ قائم أبوها. ليش؟ لأن قائم وصف ليش لغير المرأة، وصف لغير المنعوت في المعنى. طيب يقول المؤلف رحمه الله مثل، قال: تقول قام زيد العاقل، صح؟ ورأيت زيدا العاقل، صح؟ ومررت بزيد العاقل، صح؟ طيب لو قال قائل: قام زيد العاقل، خطأ. رأيت زيدا العاقل،
مررت بزيد العاقلة خطأ. ليش؟ لأنه يتبع المنعوت في الإعراب بدون تفصيل، بدون تفصيل. طيب، واقتفى المؤلف على هذا المثال مع أنه لم يذكر إلا النعت والمنعوت إذا كان معرفتين، لكن كيف نقول إذا كان نكرتين؟ نبدل زيد برجل، فنقول مررت برجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا، نعم، وجاء رجل عاقل، جاء رجل عاقل. ولما أشار المؤلف إلى التعريف والتذكير بيّن رحمه الله المعرفة والنكرة، فقال: المعرفة خمسة أشياء معدودة بأفرادها أو بأنواعها. بأنواعها: الأول الاسم المضمر. الاسم المضمر، فما هو الاسم المضمر؟ الاسم المضمر قال بعضهم في تعريفه: ما كني به عن الظاهر اختصارا. ما كني به عن الظاهر اختصارا. مثاله: إذا قلت أنا قائم، كلمة أنا مكنا بها عن محمد ابن صالح ابن عثيمين قائم. أي هذه الكلمات الثلاث أو أنا؟ أيهما أصل؟ أنا، مع أنها أوضح أيضا من الاسم الظاهر، فيكنى به عن الظاهر اختصارا وإيراحا. طيب، إذا قلت أنت قائم تخاطب رجلا اسمه علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المفلح، رجل اسمه علي بن عبد الله المفلح، تخاطبه فتقول أنت قائم. لو أتيت بالظاهر لقلت علي بن صالح المفلح قائم. أيهما أخطر؟ أنت قائم. وأيهما أبين وأوضح؟ أنت قائم، لأن علي بن صالح المفلح قد يكون رجل غير حاضر، لكن أنت قائم واضح أنه لرجل حاضر. طيب، إذن بعضهم يقول في تعريف الضمير: ما كني به عن الظاهر اختصارا. وبعضهم يقول: الضمير ما دل على حاضر أو غائب بألفاظ معلومة، ما دل على حاضر أو غائب بألفاظ معلومة. أنا، أنت دل على حاضر، صح؟ هو دل على غائب بألفاظ معلومة، وهي أنا وأنت وأنت وأنتم، كما مر علينا في مثلا. إذن كل ضمير فهو معرفة، كل ضمير فهو معرفة، تمام. وبدأ المؤلف بالضمائر لأنها أعرف المعارف، لأنها أعرف المعارف. وتعرفون أن المعرفة ضد الجهل، فالمعرف يعني المعلومة غير مجهولة. أعرف المعارف هو الضمير، هو الضمير، لأنك إذا قلت أنا ما يحتمل غيري، أنت كذلك ما يحتمل غيري، هو لا يحتمل غير المكنى عنه. لكن إذا قلت زيد، عمرو، بكر، خالد، صحيح يعين، يعني ليست زيد ككلمة رجل، لكنها أوسع دائرة من الضمير. ولهذا نقول الضمائر أعرف المعارف. استثنى بعض العلماء أسماء الله، أسماء الله المختصة به،
استثنى بعض العلماء أسماء الله المختصة به فقالوا إنها أعرف المعارف. فالله علم على الرب عز وجل، هذه أعرف المعارف لأنها لا تحتمل غيره، لا تحتمل غيره. طيب إذن نقول أعرف المعارف الضمائر، إلا الأسماء المختصة بالله فهي أعرف من الضمائر لأنها لا تحتمل غير الله ولا تصلح لغير الله، لا تصلح لغير الله. طيب يقول مالك الاسم المضمر نحو أنا وأنت، ليس هو جاء بكلمة هو علشان تشتمل على الضمائر، على أنواع الضمائر، أنا للمتكلم، أنت للمخاطب، هو للغائب. فلو جاء المؤلف رحمه الله بهو لاستكمل الضمير. طيب أظن سبق الكلام على هذا الضمائر، أولا سبق. طيب الثاني الاسم العلم، الاسم العلم هذا من المعرفة وهو في المرتبة الثانية، والاسم العلم هو ما عين مسماه مطلقا. قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخرنقة. فالاسم العلم هو الذي ايش يعين المسمى تعيينا مطلقا بلا قيد، مثل يقول المؤلف نحن زيد ومكة. زيد علم على العاقل، مكة علم على غير العاقل. طيب زيد علم على العاقل، فيه غيره غير زيد؟ مثل عمر، خالد، بكر، عبد الله، عبد الرحمن، كثير. طيب مكة عالم على غير العاقل، فيه غير مكة؟ فيه. طيبة اسم المدينة، نعم. عنيزة اسم لهذه القرية، بريدة اسم للقرية المجاورة، أشياء كثيرة ما حاجة نعدل. هذه علم على إيش؟ على غير عاقل. ومن العلم على غير العاقل لغير العاقل العظبة والقصوى، وهما اثنان لناقتين من إبل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا العلم، إذن العلم يأتي في المرتبة الثانية من مراتب المعارف، إلا العلم الخاص بالله عز وجل فإنه في المرتبة الأولى قبل كل شيء. طيب لو قلت مررت بزيد فاضل، ليش؟ لأن زيد معرفة وفاضل نكر، والنعت يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. طيب مررت برجل الفاضل، ها؟ كذلك لا، لأن الفاضل معرفة ورجل نكر. طيب يقول والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، نعم انتهى. طيب ما لم يكن الوصف، يعني نعت هذا وصفا في غير المنعوت، فإن كان وصفا لغير المنعوت تبع ما بعده، تبع ما بعده. طيب مررت برجل عينه متألمة، عينه نائمة، خلف
مررت برجل عينه نائمة، صح؟ طيب، مررت برجل نائمة عينه، صحيح؟ مررت برجل نائم عينه، خطأ، خطأ، لأن رجل مذكر ونائم مذكر، لكن نائم وصف للرجل ولا للعين؟ للعين، والعين مؤنث. طيب، المعرفة يقول المؤلف إنها خمسة أشياء، خمسة أشياء. فإذا كانت المعرفة خمسة أشياء لازم أن تكون نكرة، إذا كانت المعرفة خمسة لازم أن تكون نكرة، ما سوى هذا الخمسة، لأنه إذا حصر الشيء فضده غير محصور، إذا حصر الشيء ضده غير محصور، إذن ما سوى هذه الخمسة فهو عجيب نكر. طيب، الأول في الجنب أخذت الهدف، ها؟ كيف؟ ما كنت موجودا، يعني ما كنت حاضر، لأنك لو لأنك موجود ما رأينا في الوقت. طيب، الأول المعارف، نعم، الضمير، الضمير مثل وغير وغير أنت وغير، ما في غني إلا هذول، آدم، لا هذا ضمير، أن تقول هذا ثاني، هذا ضمير لا إشارة، هذا تشير بالصفة. طيب، إذا ما هو ضمير؟ لا إن شاء الله ضمير، الله أعلم. بس وقف، أنا وأنت وهي، أنا وأنت وهو، أنا للمتكلم، أنت للمخاطب، هو للغائب، وفروعها، فروع أنا نحن، وفروع أنت أنت وأنتما وأنتم وأنتن، فروع هو هي وهو هي وهما وهم وهن. على كل حال، الضمير مثل أنا وأنت وهو وفروعه. طيب، هذا أعرف المعارف، استثنى بعض العلماء من هذا المختص به، قال هذه أعرف المعارف مثل الله والرحمن ورب العالمين، هذه أعرف المعارف. بعد الضمير في المعرفية العلم. طيب، مثل وما العلم الذي تسمى به الأسماء، الذي تعين به الأسماء، هذا العلم، زيد، مكة، عمر، بكر، خالد، هذا العلم. طيب، الاسم الثالث، الاسم المبهم، ما الذي يدخل فيه؟ طيب، ها، وقفنا على هذا. طيب، الاسم المبهم يقول نحن هذا وهذه وهؤلاء، الاسم المبهم يشمل شيئين، يشمل شيئين،
الشيء الأول اسم الإشارة، والشيء الثاني الاسم الموصول. الاسم الموصول، فاسم الإشارة يعين مدلوله بالإشارة، والاسم الموصول يعين مدلوله بالصلة. وكلاهما مبهم، كلاهما مبهم، لأن هذا يتصور المخاطب أنك تشير بأصبعك هذا. طيب، هذه حقيبتك، هذه تشير بأصبعك، هؤلاء طلب تشير أيضا. اسم الإشارة يعين مدلوله بماذا؟ بالإشارة. إذن هذا معرفة، ما صار مطلق، صار معين بالإشارة، فهو إذن معرفة. اسم الموصول يعين مدلوله بالصلة. فلو قلت جاء الذي، بس ما استفدنا شيئا. فإذا قلت جاء الذي نحبه، تعين ولا ما تعين؟ تعين، خرج بكانه يحبه كل من لا يحبه هذا القائل. فصارت الأسماء المبهمة نوعين، النوع الأول اسم الإشارة، والثاني الأسماء الموصولة. طيب، هذه معارف لا بد أن تنعت بمعرفة، فتقول جاء الذي، جاء الذي فهم الدرس الفاضل، جاء الذي فهم الدرس الفاضل، وتقول جاء الفاضل الذي فهم الدرس، فيتبع الناس المنعوت في المعرفية. طيب، ما إعراب اسم الإشارة واسم الموصول؟ نقول اسم الإشارة واسم الموصول مبنيان، لا أثر عليهما علامة الإعراب، ما لم يكونا مثنى، فإن كان مثنى فهما معربان. عرفتم؟ اسم الإشارة واسم الموصول مبنيان، ما لم يكون مثنى، فإن كان مثنى فهما معربان. فتقول جاء الذي فهم الدرس، ورأيت الذي فهم الدرس، ومررت بالذي فهم الدرس. شوف الآن، دخل عليها عام الرفع وعام النصب وعام الصرف، وهل تغيرت؟ لا، إذن هي مبنية. وتقول أحب الذين يساهمون في الخير، أحب الذين يساهمون في الخير، هذه منصوبة. وتقول أفلح الذين يساهمون في الخير، هذه إيش؟ مرفوعة، مرفوعة. وتقول مررت بالذي إيش؟ يساهمون في الخير، بالذين، صح، مررت بالذين يساهمون في الخير. تجد أن الذين لم تتغير، لم تتغير، فهي إذن مبنية، مبنية. لكن بعض العرب يعرفونها ويجعلون المرفوعة بالواو، ومنه قول الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح، نعم، نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. فقال نحن الذين، لكن أكثر العرب يقولون نحن الذين لأنها مبنية عندهم. طيب، اللائي واللاتي مبنية أيضا، أما المثنى فلا، معرب، لأنه يتغير باختلاف العوامل،
فتقول جاء اللذان يسعيان في الخير ورأيت اللذين يسعيان في الخير ومررت باللذين يسعيان في الخير. ومن ذلك قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيان منكم اللذان بالرفع لأنها مبتدأ. وقوله ربنا أرنا اللذين أضلان اللذين منصوبة بالياء ولا بالألف؟ بالياء. إذن هي تتغير باختلاف العوامل، وكل شيء يتغير باختلاف العوامل فهو معرب وليس بمبني. كذلك اسم الإشارة نقول هو مبني إلا المثنى فهو معرب، فتقول رأيت هذا الرجل وجاء هذا الرجل ومررت بهذا الرجل، فهذا لم تتغير. وتقول هؤلاء رجال، وتقول أكرمت هؤلاء الرجال ومررت بهؤلاء الرجال، فتجد أن هؤلاء لم تغير، هي مبنية على الكسر. لكن يأتي المثنى فيقول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا بإيش؟ بالألف. وتقول ما أكرمت هذين الرجلين، أكرمت هذين الرجلين، هذه إيش؟ منصوبة نصبت بالياء. إذن تغير المثنى باسم الإشارة اختلاف العوامل، وكل كلمة تتغير باختلاف العوامل فهي معربة وليس بالمثنية. الخلاصة الآن ما تقول في أسماء الإشارة وأسماء الموصول، أمعربة هي أم مبنية؟ مبنية. كيف معربة؟ مبنية إلا المثنى منها فإنه معرب. فإذا قال قائل ما دليلكم على أنها مبنية؟ قلنا لأنها لا تتغير باختلاف العوامل. وما دليلكم على أن المثنى معرب؟ لأنه يتغير. دليلنا أنه يتغير باختلاف العوامل. طيب يقول والاسم الذي فيه الألف واللام، هذا النوع الرابع من المعارف، الاسم الذي فيه الألف واللام، فكل اسم فيه ال فهو معرف. كل اسم سواء كان مفردا أم مجموعا أم مذكرا أم مؤنثا، كل اسم فيه ال فهو إيش؟ فهو معرفة. طيب الرجل، المرأة، المسجد، السوق، طيب كل اسم فيه ال فهو معرفة. ولهذا قال الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. الرجل معرفة، الغلام معرفة. ما الذي جعله معرفة؟ ال، لأنه دخلت عليه ال، فكل اسم دخلت عليه ال فهو معرفة. كلام محمد ينفع. طيب كيف تجعل كتاب معرفة؟ كتاب معرفة أدخل عليه ألف واللام فأقول الكتاب كذا. إذا اشتريت كتابا طيبا، كيف نصح هذه العبارة؟ الكتاب الطيب، أجعل الناس أجعل المنعوت معرفة ليصح نعته بالمعرفة. وجه آخر في التصحيح اشتريت كتابا طيبا، فأحدث ال من الطيب من أجل أن يوافق النعت لمنعوته في التنكير. واضح يا جماعة؟ طيب إذن
من أقسام أو من أنواع المعارف كل اسم دخلت عليه الألف واللام، هذا القاعدة. طيب، يقول الخامس: ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المضاف قبل المضاف إليه ولا بعده؟ ها؟ المضاف قبل المضاف إليه ولا بعده؟ قبله. إذن إذا سبق النكرة اسم معرفة فإنه يجعلها معرفة كذا. إذا سبق المعرفة نكرة فإنه يجعلها معرفة، صحيح؟ طيب، تقول اشتريت كتابا، ايش اشتريت كتابا؟ صحيح، نكرة. اجعل كتاب معرفة، اشتريت كتاب المدرسة، كتاب المدرسة صار الآن معرفة. إذن ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة.